معاكم مشاهدينا الكرام حلقة جديدة من حديث الأخبار، هنكون معاكم فيها ريهام السهلي وأنا شادي شاش، ونناقش على مدار الساعتين عدد من أهم القصص الإخبارية والمحلية والدولية. ده هيكون طبعا برفقة ضيوفنا ومراسلينا. أهلا بك يا ريهام. أهلا بك يا شادي، وأهلا بكل مشاهدي إكسترا نيوز. معانا فقرات متنوعة، لكن البداية كالعادة هتكون بأهم وآخر الأخبار. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة على استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال. جاء ذلك خلال استقباله لوفد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من القطاعات الصناعية المختلفة بحضور رئيس الوزراء والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد أيضا اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار والتعامل مع كافة الشواغل التي تواجه رجال الأعمال الوطنيين بشكل حاسم. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من القطاعات الصناعية المختلفة، وذلك بحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، والسادة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والبيئة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتجارة والصناعة، والسيد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال الذين يمثل نجاحهم دعما للمسار الذي تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة، وذلك بإقامة شراكة متوازنة مع الدولة تهدف إلى دعم الاقتصاد وتوطين الصناعة. سعيد بلقائكم، كل الدعم لكم، والدعم ده وجهدكم احنا محتاجينه، نجاحكم احنا محتاجينه وزياده. انا بكلمكم النهارده في البدايه ديت، انا عارف طبعا رجال الاعمال دايما والمستثمرين يعني بيفكروا طبعا في اشغالهم، وانا معاهم ومصر محتاجه. احنا نقدر نتكلم بتواضع شديد دلوقتي ان الدوله قادره على الانطلاق بجد، قادره على الانطلاق بجد. يبقى تبقى ايه؟ ان احنا كدولة معاكم، اولا احنا واثقين فيكم جدا، وده برضو كلام مش معنوي. طب احنا محتاجين ان احنا ندعم ده؟ طبعا. نشجعه؟ ايوه. نكبره؟ ايوه. احنا مركب واحدة ونحقق توازن في الطرح، لكن ما يبقاش الموضوع كله تحديات ومشاكل، وده امر احنا نسمعه، ولكن ايضا افكار، افكار لحلول المسائل. طب مصر فيها فرصة؟ طبعا مصر فيها فرصة. طبعا مصر عندها فرصة للنمو، ايوه. وسط كل اللي احنا فيه ده، صحيح المشكلة بتاعت كورونا والأزمة الروسية وتأثيرها، برضو بقول تاني، برضو هنعبرها او هنعديها. فبلد زي مصر فيها فرص نجاح هائلة، باللي احنا بفضل الله سبحانه وتعالى جهزنا لها وجهزنا لكم، مش بنية تشريعية فقط، ولكن أنا عايز أقول خلال سنتين يعني إحنا هنكون مواني مصر، مواني درجة أولى على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وأنا لا أبالغ. واللي يعرف ويشوف إحنا بنعمل حاجتنا إزاي يعرف الكلام اللي أنا بقوله ده مش بقول كمان خمس سنين، لا، آخر السنة الجاية يا دكتور مصطفى، لا مش كده، أبو قير ودمياط وإسكندرية والسخنة وجرجوب خلصت وبرنس خلصت، مواني درجة أولى، ثم شبكة الطرق. الخلاصة يعني إن السوق المصري سوق كبير، إحنا حريصين على إن إحنا أنتم يعني تنموا وتكبروا أكتر، مش أنتم بس، وكل من رجل أعمال في مصر عايز يشتغل. وأنا عايز أقول لكم على حاجة، كان الكلام خلال الشهور يمكن السنين اللي فاتت اتكلموا، قالوا حجم الاقتصاد الخاص، وانا بقول 75% من اقتصاد مصر في ايد القطاع الخاص مش قطاع الدوله. وبالمناسبه، وانا الكلام ده قلته قبل كده وبقوله لكم تاني، وقولوه عني لكل الاشقاء رجال الاعمال، احنا عايزين رجال الاعمال تدخل اكتر في الاقتصاد بتاع الايه؟ الدوله بجد. طبعا في المؤتمر الاقتصادي برضه هيبقى فرصه ان احنا يبقى في نقاش اكتر من كده،
وكلام أعمق من كده من الناحيتين، من جانب المسؤولين ومن جانب رجال الأعمال ومن جانب الاقتصاديين والمعنيين بالموضوع دوت، ونطرح حلول ونطرح مسار ممكن يبقى ده خريطة عمل إن شاء الله في نهاية المؤتمر. فأنا برحب بكم، أهلا وسهلا. وأوضح المتحدث الرسمي أن السادة الوزراء قاموا بإلقاء الضوء على تطورات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصرية. وقد شهد اللقاء حوارا مفتوحا بين السيد الرئيس ومجموعة رجال الأعمال والمستثمرين المصريين حول ما تقوم به الحكومة لدفع عملية التنمية الشاملة في مصر والآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر، مؤكدين تقديرهم للقاء السيد الرئيس وتواصل سيادته المستمر مع القطاع خاصة لمواجهة أي تحديات قد تطرأ في هذا الصدد. دلوقتي هنتكلم عن موضوع أيضا مهم جدا في ظل التقرير اللي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيتناول رصد المؤشرات الدولية للتقدم الاقتصادي المصري بعنوان أين كنا وكيف أصبحنا، وده في ظل أداء قوي ومتصاعد للجمهورية الجديدة في كافة القطاعات التنموية على الرغم من توالي الأزمات اللي بتعصف بدول العالم. هنتكلم عن تقدم مصر 5 مراكز في مؤشر جاذبية الاستثمار في إفريقيا، وعن تحسن تصنيفها الائتماني، وهنتكلم كمان عن جهودها في الإصلاحات المالية والنقدية والتجارة والاستثمار. لكن قبل ما نكمل هنشوف مع حضراتكم هذا العرض اللي بيستعرض المؤشرات الإيجابية اللي حققها الاقتصاد المصري. بينضم لنا عبر الهاتف دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي. مساء الخير يا دكتور. يعني رغم الأزمات اللي بيشهدها العالم إلا أن مصر استطاعت أن هي تحقق أداء قوي ومتصاعد للجمهورية الجديدة في كافة القطاعات التنموية خلال السنين اللي فاتت، بتشوف ده إزاي؟ بداية برحب بحضرتك السادة المشاهدين. طبعا النهاردة احنا بنشوف تقرير صادر من بيقول مش مؤسسة واحدة، من مؤسسات تصنيف دولية ائتمانية ومؤسسات تصنيف من الأمم المتحدة، بنقول كل هذه الأمور بيقول نتائج اللي احنا وصلنا له دوت في مدة زمنية قصيرة اللي هي لا تتخطى 8 سنوات، ده بيقول نتاج ثورة إصلاحية تم انتهاجها في خلال 8 سنين اللي فاتت، حولت المسار والرؤية اللي كانت موجودة على القطاع الاقتصادي اقتصاد مصر وبنيتها التحتية ومستوى تعليمها نموها السكاني معدلات التنمية السكانية، كل المجالات دي تم تصحيحها في خلال 8 سنين. اللي احنا بنشهده النهاردة دوت هو ثمار الجهود اللي تم بذلها في خلال 8 سنوات. طبعا مصر انتهجت النهج دوت في خلال، او زي ما بقول دايما بحب اقولها، ان هي ثوره اصلاحيه ان تم انتهاجها. يعني ما كانش اصلاح اقتصادي فقط ولا اصلاح هيكلي ولا اصلاح في البنيه التشريعيه، لا، كان في كل القطاعات، طال كل القطاعات الاقتصاديه اللي يمكن بيميز الاقتصاد المصري ان هو حزمه من القطاعات الاقتصاديه المتنوعه، لم يتم ترك قطاع منهم بدون ادخال عليه
اصلاحات ونقول بنقول يعني بشكل يبقى فيه ايجابيه في التعامل مع مستجدات الاحداث، في ايجابيه لاصلاح الهيكل الاقتصادي لكل قطاع من هذه القطاعات. عشان كده النهارده بنشوف في ظل ازمات متصاعده يوم بعد يوم، ازمه كورونا، النهارده ازمه روسيه اوكرانيه، ازمات تغيرات مناخيه، قادرين او في بعد في لدى صانع القرار او القياده السياسيه عنده البدائل اللي بيقدر يعمل مناوره من خلالها او ينتقل من خلالها لامتصاص هذه الصدمات. ويمكن عشان كده شفنا اشغالات متتاليه من مؤسسات التصنيف دايما بتقول ان صحيح. وعشان كده يا دكتور مصر تقدمت 5 مراكز يعني في مؤشر جاذبيه الاستثمار في افريقيا وتحسن تصنيفها الائتماني، تقدمت 17 مركز في مؤشر جاذبيه الدول لراس المال وغيرها من المؤشرات الدوليه الايجابيه. كيف تنعكس كل هذه الاشادات على مجال الاستثمار؟ طبعا النهارده احنا بنقول النهارده مجال الاستثمار بقى مع تظل الاشادات المتصاعده والمتتاليه دي، طبعا بتدي رؤيه للمستثمر اللي بيضع في رؤياه طبعا اين يضخ استثماراته، طبعا بتهيئ المجال لجذب مزيد من الاستثمارات. النهارده بقى في رؤيه للدوله لجذب التكنولوجيا واستحداث صناعات جديده، النهارده بقت السوق المصريه سوق واعده لجذب الاستثمارات ديت. يمكن احنا شفنا ان مصر تقدمت انها تكون الواجهه الجاذبه على مستوى القاره والمنطقه، هي بالفعل هي واجهه جاذبه، تم استحداث بنيه تحتيه بقت فيها توفير سبل النجاح المشروعات، اصلاح في البنيه التحتيه وتوفير سبل الطاقه، اصلاح في البنيه التشريعيه اللي كانت بيعاني منها المستثمر، بقت النهارده في قانون حوافز وضمانات الاستثمار بقى شيء محفز جدا للاستثمارات، الاصلاحات الاقتصاديه المتتاليه ومعدلات النمو الايجابيه اللي بيتحصل عليها الاقتصاد المصري، كل هذه الامور طبعا بتدفع الى جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه المباشره والغير مباشره للدخل المصري. شكرا جزيلا لك دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي على هذه المداخله. في إطار جهود الدولة لرعاية المصريين بالخارج والتيسير عليهم، وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، واللي بيتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك. وفقا لنص القانون بيحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد ويحول من الخارج لصالح الخزانة العامة. وفي السياق الحديث عن السيارات أيضا، وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة. عن أهمية هذا بينضم إلينا هاتفيا المهندس جمال عسكر خبير صناعة السيارات. أهلا بحضرتك، وما هي دلالة وأهمية هذا التوقيت بالذات للموافقة على مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب؟ مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. اتكلم على أهمية هذا الموضوع بشكل كبير جدا، هو موضوع مفيد للمواطن، وقبل ما يكون مفيد للمواطن هو مفيد للدولة المصرية. ليه؟ لما تعانيه الدولة المصرية ويعانيه العالم أجمع من اقتصاد متردي نتيجة للمشاكل الكثيرة اللي موجودة على مستوى العالم، منها فيروس كورونا، منها الإمدادات، منها الحرب، منها التضخم، حاجات كثيرة جدا. فمن هنا الدولة عايزة تلعب جيم اسمه وين وين، الدولة تستفيد والمواطن يستفيد. طبعا دي حاجة كويسة جدا إنها تعمل هذا القانون. ليه؟ المواطن هيستفاد إيه؟ كان الأول بينزل العربية يدفع لها 300 400 500 600 ألف جنيه ضرائب مع جمارك مع حاجات كتيرة جدا. لا، احنا دلوقتي بنقول ان المواطن المقيم خارج الدولة المصرية ويحمل إقامة رسمية ومر على فتح حسابه البنكي أكثر من 3 شهور، ده الدولة بتسمح له ان هو يجيب عربية ليه، بس مش عربية واحدة، لا، عربية ليه ولزوجته ولأولاده طالما هما مقيمين في هذه الدولة أو لديهم يحملوا إقامة من هذه الدولة الغير مصرية. هنا الدولة بتفتح مسار كبير جدا، أول حاجة بتاخد كل هذه القيم في حساب بنكي لصالح بنك وطني تابع لوزارة المالية، وتاخد هذه العملة الصعبة تستفيد بيها الدولة في مشروعاتها وفي كل مناحي الحياة في الدولة المصرية. رقم 2، هذا المواطن بيستفيد بأنه يجيب العربية هنا مصر
ويستفيد لمدة يستفيد بالإعفاءات بقى من الضرائب والجمارك، ما يدفعش حاجة خالص بالضبط كده. ومبلغ هذا المبلغ ده عبارة عن حصالة هو محوشه فيها لغاية بعد 5 سنين ياخده وبالقيمة اللي يكون عليها الدولار في هذا الوقت. يعني الدولار النهاردة على سبيل المثال ب20 جنيه، بعد 5 سنين يبقى ب25، يبقى ب15، يبقى ب20، يبقى ب30، زي ما يكون هيحاسبه على قيمته في الوقت ساعتها. ده هيعمل ايه في السوق المصري؟ السوق المصري النهارده بيشهد منذ عامين او اكثر بيشهد جشع ملهوش مثيل في كل دول العالم اللي احنا سافرنا فيها. اوفر برايس لعربيات ما كانش ليها اي ثمن بقى ليها ثمن وبقت بالافات وملايين. هذا الكلام هيبدا يحد منه الموضوع ده قوي. ليه؟ لما كنا مسافرين بركت عندنا عربياتنا هنا موجوده، فده هيدي فرصه للمواطن المصري اللي موجود بره عربياته موجوده هيبدا يجيب عربيه ثاني ممكن يبيعها، لان هنا في حاجتين اشار اليهم القانون. عدم وجود سقف للساعه اللتريه او لكده، عدم وجود اي حظر على السيارات، حظر بيع انت ممكن تجيبها النهارده وتبيعها بكره ما عندكيش مشكله، لكن تاخدي فلوسك انت بتستلمي الوديعه حضرتك باسمك. طيب مهندس جمال، مجلس النواب كمان وافق يعني على مشروع قانون انشاء مجلس اعلى لصناعه السيارات، ازاي ده هيسهم في تطوير وتنميه قطاع صناعه السيارات في مصر؟ هو احنا بيهمنا الاسم، الاسم قوي جدا، وكل زملاتنا بره حتى بره مصر يعني مجلس اعلى لصناعه السيارات في مصر اسم يخض، اسم كبير، وبالذات لما يكون هذا المجلس تحت رعايه دوله معالي دوله رئيس الوزراء، واثنين من اكبر مستشارين صناعه السيارات في مصر هيكونوا مستشارين مع رئيس الوزراء. ده هيحط سياسات للدوله. ليه؟ كان عندنا الوزير طارق قبيل، وكان عندنا الوزير عمرو نصار، والوزير نادين جامع، في 3 وزارات متعاقبه لم يتمكن احد منهم من وضع سياسات واستراتيجيات تصنيع السيارات في مصر. ناس بتتكلم على تقدم مصر ووضع مصر الاقتصادي و و و كلام كتير جدا، لكن لما نيجي نبص ده على الارض نلاقي نقارن مصر على سبيل المثال بالمغرب، نلاقي دوله المغرب كانت عامله اتفاقيه مع مصر ومع الاردن ومع لبنان من 20 سنه، النهارده المغرب هي الدوله رقم 5 رائده في صناعه السيارات على مستوى العالم في تصدير السيارات للاتحاد الأوروبي. يبقى هنا مصر وهي وضع الريادة في المنطقة كلها لازم يكون لها، لكن النهاردة لما تبقى مصر عندها مصنع نص السيارات مقفول بقاله 18 سنة يبقى الاسم الكبير دوت لازم يطلع من تحتيه منتج يساوي اسم الدولة المصرية. صحيح صحيح، الوضع صحيح. بتاع مصر بيتعدل في الاقتصاد، بتاخد منصات، بنرتفع، ده لازم يبان على الأرض. دولة بلا إنتاج هي مش دولة، لازم يبقى عندك إنتاج. ليه؟ عشان تقدر تجيب عملة صعبة، 2 تبدأ تصدر. الإنتاج هو عصب أي دولة موجودة على مستوى العالم. صحيح صحيح، شايفينه في الصين يعني. أنا بشكرك شكرا جزيلا المهندس جمال عسكر خبير صناعة السيارات. تولي الدولة اهتماما كبيرا بتحسين العائد المادي للفرق الطبية وتحسين بيئة العمل للطبيب المصري، وده مع التأكيد على رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمنشآت الصحية من خلال المشروعات الصحية اللي بيجري تنفيذها وفقا لمعايير الجودة. جاءت التوجيهات الحكومية بالتوسع في تشغيل العيادات المسائية التابعة للتأمين الصحي على مستوى الجمهورية. عن أهمية ذلك بينضم إلينا دكتور محمد عاصم خرشد استشاري أمراض الكبد والبطنة. مساء الخير دكتور، وما الذي تعكسه التوجيهات الرئاسية بتحسين العائد المادي للفرق الطبية؟ مساء الخير يا أستاذ ريهام، ومساء الخير على السادة المستمعين كلهم. طبعا هو في اهتمام من قامة رئيس الفترة اللي فاتت على زيادة دخل الأطباء والفرق الطبية بصفة عامة، سواء الأطباء أو الهيئات المعاونة للتمريض والعاملين وما إلى ذلك. ويمكن كانت من المشاريع اللي حاليا يعني في إطار التنفيذ هو العيادات المسائية، ودي هتبدأ يعني تحدود 50 عيادة على مرحلتين، تبدأ بالمحافظات الكبيرة القاهرة والجيزة والجنوبية والإسكندرية والغربية والشرقية. وعادة بيكون العيادات دي جزء كبير من الكشف بتاعها بيكون رايح للطبيب ذات نفسه اللي هو شغال. طبعا دي هتفتح يعني شغل طبعا زيادة للأطباء الموجودين في التأمين الصحي، سواء كانوا طبعا ما هم موجودين في التأمين الصحي فعلا ولا بيتم التعاقد عليهم.
وطبعا دي من الحاجات اللي هتبقى يعني مفيده جدا كمان للمرضى نفسهم، ان هو بدل ما في زحمه على العيادات الصباحيه، بدل ما يسيب شغله علشان يروح يكشف، او بدل ما يبقى تعبان بالليل فيروح للطوارئ او كده، ده هيبقى طبعا دي خدمه كويسه جدا، وخدمه طبعا هتسهل للناس. هتبدا القصه في بالست التخصصات الاساسيه الطب، يعني زي البطنه وجراحه واطفال والحاجات دي كلها، وكمان هيكون في عيادات الاسنان. طبعا دي ان شاء الله من الحاجات اللي هترفع دخل الاطباء المستحب بصوره كويسه يعني. يعني التوجيهات الرئاسيه بتحسين العائد المادي للفرق الطبيه بالتاكيد هتفرق يعني كثيرا في الخدمات أكيد. المقدمه. اكيد اكيد، ده غير كمان ان حضرتك دايما احنا عندنا كاطباء احنا بنحب نشتغل في المكان بتاعنا، يعني برضو واحد يكون ملم بيه وملم بنظامه وكده، فدي طبعا هتبقى فرصه احسن، خصوصا لو الطبيب مش عنده عياده خاصه او الكلام ده كله، هيبقى دخل كويس جدا ليه، وهتبقى حاجه يعني ايه كويسه جدا. شكرا ليك دكتور محمد عاصم خرشد، استشاري امراض الكبد والباطنه، شكرا لك. لازالت الأثار الناتجة عن التغيرات المناخية تعصف بعدد كبير من الدول، مع حدوث العديد من الظواهر المختلفة مثل الفيضانات أو حالات الجفاف الشديد. الأمم المتحدة حثت على اتخاذ تدابير لمواجهة تغيرات المناخ، ومن ضمنها تقليل الانبعاثات واتباع سياسات خفض الانبعاثات الكربونية. يأتي هذا فيما تتعرض الدول النامية لتبعات كبيرة من هذه التغيرات المناخية. أكد برنامج الأغذية العالمي أن أزمة المناخ أثرت على 5 ملايين شخص ب19 دولة بغرب ووسط أفريقيا، في الوقت الذي تتضح فيه أهمية قمة المناخ التي ستنعقد الشهر القادم في شرم الشيخ، في حث دول العالم على توفير الدعم للدول النامية. إذن نعرف تفاصيل أكثر من ضيفنا عبر الهاتف، الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس. بعد التحية لك دكتور، إذن الأمم المتحدة تحث على اتخاذ العديد من التدابير لمواجهة التغيرات المناخية، وفي مقدمتها أنظمة الإنذار المبكر، كيف ترى ذلك وأهميته؟ أهلا بحضرتك أستاذ المستمعين والمشاهدين. الحقيقة الأمم المتحدة يعني لم تأتي بجديد، لأنه هي بس أكدت على 5 أنماط بنسميها أنماط التكيف، إزاي الدول وإزاي الناس تتكيف مع تغيرات المناخ. كان من ضمن هذه الأفكار أنظمة الإنذار المبكر، وهذه الأنظمة بتبقى عبارة عن أنه الأرصاد الجوية بتضع بعض الأجهزة في بعض المناطق بتاعتها على مستوى الجمهورية، وتبتدي تكتشف أين توجد الأمطار، أين إن كان هناك سيول، إن كان هناك موجات حرة شديدة. فمجرد أن هي بتعرف ده في وقت مبكر، بتبتدي تنذر الناس، وعشان كده سموها أنظمة الإنذار المبكر. بتبتدي تقول للناس خدوا حذركم، ان في موجه حاره بالشكل الفلاني، او في سيول، او في امطار، او في اعاصير جايه، وبالتالي ده بيخفف جدا جدا ان الناس تاخد حذرها، وبالتالي بتخفف من وطئه هذه الاعاصير والامطار والفيضانات على يعني السكان في المناطق المختلفه. يبتدي ياخد حذره، يقفل الازاز، يجيب المأوى بتاعه عشان ممكن ما يقدرش يخرج يوم او الاثنين، وبالتالي ده يعني بيقلل بشكل كبير جدا، قد يقلل بنسبه اكثر من 30% من حالات الوفاه او من حالات المتضررين من هذه الامطار او الفيضانات او الموجات الحاره، وطبعا هي كانت ايه، ودي هي بيسموها نظم الانذار المبكر. نعم، طيب كيف تدفع الدول الاقل مشاركه في التغيرات المناخيه الثمن؟ يعني على راسها بالتاكيد الدول الافريقيه، خصوصا مع اعلام برنامج الغذاء العالمي ان ازمه المناخ بتؤثر على 5 مليون شخص في 19 دوله في غرب ووسط افريقيا. الحقيقه خليني اقول لحضرتك انه 11 دوله بيسببوا 65% من الانبعاثات، 169% بيسببوا 35% من الانبعاثات. افريقيا لا تسبب من الانبعاثات الاحتباس الحراري اكثر من 4%، وبرغم هذا من اكثر القارات تاثرا بموجات شديده وموجات جفاف، موجات تصحر، موجات نقص غذاء، كل هذه عشان كده يعني طلع في العالم مصطلح بيسموه العداله المناخيه. كيف ان دول
تنعم بالرفاهية وهي المسببة الأكثر في التلوث، ودول أقل تلوثا وهي التي تدفع الثمن بشكل أكبر. وده اللي خلى كل المؤتمرات بتدعو الدول المتقدمة أن يساعد الدول الفقيرة وبخاصة أفريقيا ب 100 مليار دولار، وهناك تفاوض من خلال إعداد ما يسمى بصندوق المناخ الأخضر ل يعني وضع مبالغ أكثر من كده، قد تصل إلى 300 مليار دولار في قمة شرم الشيخ إن شاء الله الشهر القادم. إن شاء الله، شكرا جزيلا لك دكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس. ونتحول لقصة أخرى بتتعلق بتحذيرات من موجات جديدة لفيروس كورونا وانتشار عدوى الإنفلونزا، خصوصا مع حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية خلال فصل الخريف واللي بيتسم بتقلباته الجوية. بتؤدي هذه التقلبات في الطقس إلى مضاعفات لدى مرضى الحساسية والتهاب الجيوب الأنفية. من أجل هذا بينصح الأطباء بضرورة توخي الحذر مع الالتزام بالحصول على الجرعات التنشيطية من لقاحات كورونا للحماية والحد من عدوى الفيروس، إلى جانب تلقي لقاح الإنفلونزا لتقليل مخاطر الإصابة بها. تفاصيل أكثر نعرفها من الدكتور فايد عطية، أستاذ مساعد الفيروسات الطبية والمناعة بمدينة الأبحاث العلمية بالإسكندرية وخبير الأمراض المعدية بكلية الطب جامعة شانتو بالصين. أهلا بك دكتور. هذه الفترة طبعا تقلبات جوية كثيرة، بتأكيد أنها بتؤثر على الجهاز التنفسي للبعض، بتزداد عدوى الأنفلونزا. هل نعتبر هذا مقدمة جديدة من فيروسات زي الكورونا مثلا، يعني متحور جديد من الممكن أن يأتي من كورونا نتيجة وجودنا في فصل الخريف؟ أهلا وسهلا بحضرتك فندم والسادة المشاهدين. هي المشكلة كلها في تقلبات الجو وبداية دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، إن هو ده الموسم اللي بتنشط فيه الفيروسات التنفسية عموما. اللي منها الكورونا ومنها الإنفلونزا، كل ده بيزيد مع انخفاض درجات الحرارة، بيزيد مع التقلبات الجوية المختلفة، بينشط بشكل كبير. ده زائد ان الكورونا اصلا والانفلونزا فيروسات متحورة وليها طفرات وتغيرات جينية، فبالتالي وارد بل ومحتمل بشكل كبير ان يبقى فيه سلالات وفي طفرات تانية كل شتاء، بل كل يمكن شهر نلاقي طفرة وسلالة جديدة جدا. طيب ما هو الفارق يا دكتور ما بين أعراض الإصابة بكورونا وأعراض الإصابة بفيروسات أخرى؟ يعني هل أصبح هناك يعني اختلاف الآن واضح للمريض، ولا إزاي ممكن يفرق؟ هو للأسف الكورونا والإنفلونزا زي ما ذكرت لحضراتكم هي فيروسات تنفسية، نفس المدخل والعدوى للجهاز التنفسي، نفس طرق العدوى، نفس طريقة الانتشار. وبالتالي منذ بداية الوباء يمكن في نهاية 2019 وإحنا مش قادرين نفرق من خلال الأعراض بشكل قاطع ما بين الإنفلونزا وما بين الكورونا وما بين نزلات البرد كمان. عايز أقول لحضرتك كان في البداية في فروق تكاد تكون يعني نوعا ما واضحة وكنا بنسمع عنها، زي فقدان حاسة الشم والتذوق، زي ارتفاع درجة الحرارة، زي التهاب في الجهاز التنفسي العلوي. ده للأسف مع ظهور تحورات وطفرات جديدة من الكورونا بقت الأعراض تكاد تكون بنسبة 98% تتشابه مع أعراض الإنفلونزا. طيب يا دكتور، يعني هل من حصلوا على ثلاث جرعات على الأقل من فيروس كورونا ممكن ياخدوا الرابعة ولا لا؟ طبعا مفيش مشكلة خالص، الجرعات التنشيطية مهمة جدا جدا جدا. طيب وهل هناك تعارض بين الحصول على لقاحات الإنفلونزا الموسمية ولقاحات كورونا؟ لا يوجد أي تعارض أبدا ما بين مصل الكورونا وما بين مصل الإنفلونزا، ولكن لا يغني أحدهما عن الآخر، دي نقطة مهمة جدا. يعني مصل الكورونا لا يغني عن مصل الإنفلونزا والعكس، ويفضل أن الناس تحصل على مصل الإنفلونزا، المصل الرباعي للإنفلونزا، لأن ده بينشط ويحفز الجهاز المناعي وبيقي من الإصابة بالإنفلونزا، وبيقي أيضا من الحالات الإصابة المشتركة أو الاثنين مع بعض، الإنفلونزا والكورونا، وقتها بتبقى الحالة أعراضها ومضاعفاتها خطيرة جدا. طيب دكتور سؤال، يعني بالنسبة لمن تلقى ثلاث جرعات من لقاح كورونا، هل هو محتاج برضو يعني مع قدوم فصل الشتاء إن هو يتلقى جرعة رابعة، ولا الثلاث جرعات بتكون كافية؟ هي الجرعة الرابعة أوصت بها منظمة الصحة العالمية وأوصى بها الـ CDC مركز التحكم في الأوبئة والعدوى،
انها ما فيهاش مشكله خالص، بل ويفضل ان الناس اللي خدوا 3 جرعات ياخدوا الجرعه الرابعه. انا عايز انصح اكتر الناس اللي ما خدوش اصلا، ودول على فكره كتير، او الناس اللي خدت جرعه او 2 فقط، لا يكملوا بقيه جرعات الكورونا، والجرعه الرابعه ما فيهاش مشكله خالص، تحفز ايضا كفاءه الجهاز المناعي، وخاصه ان مع مرور الوقت بتقل فعاليه الاجسام المضاده وبتقل كفاءه الجهاز المناعي، ومع ظهور الطفرات والتحورات الجينيه وارد بشكل كبير ان بعض التطعيمات يبقى نسبه نشاطها اقل نوعا ما. فالجرعه التنشيط، طيب اللي هياخد تطعيم كورونا وتطعيم انفلونزا المفروض يبقى في فرق ما بينهم زمني؟ المفروض على الاقل 3 اسابيع زي ما اوصت الدبليو اتش او. لكن لا يتعارض احدهما مع الاخر، يفضل فقط بس ان لو في اي اعراض برد او انفلونزا او كحه او سعال او حساسيه، يفضل ان في الفتره دي ما ياخدش لا تطعيم الكورونا ولا تطعيم الانفلونزا الى ان يتعافى. يتعافى تماما ياخد احدهما وينتظر من 3 اسابيع لشهر وياخد التطعيم الاخر، مفيش اي مشكله خالص. احنا بنشكرك على هذه المعلومات دكتور فايد عطيه، استاذ مساعد الفيروسات الطبيه والمناعه بمدينه الابحاث العلميه بالاسكندريه، وخبير الامراض المعديه بكليه الطب جامعه شانتو بالصين، شكرا لك. بنوجه عناية السادة المشاهدين إلى انطلاق قناة أكسترا لايف في بثها التجريبي، هي قناة معنية بالبث الحي المباشر لكل الأحداث الكبرى داخل مصر وخارجها، وفي مقدمتها بالطبع قمة المناخ. نشير إلى أن تردد قناة أكسترا لايف هو 12092 فيرتيكال. تواجه رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس مأزقا كبيرا وضغوطا كبيرة تطالبها بالتنحي على إثر ما صرحت به من الأخطاء التي ارتكبتها في الملف الاقتصادي بحسب قولها، فيما أعلن وزير المالية الجديد جيريمي هانت والذي عين يوم الجمعة، أعلن تراجع الحكومة عن كل إجراءاتها لخفض الضرائب المعتمدة في تمويلها على الديون أو المعتمدة في تمويلها على الديون، وذلك على أمل تجنب حالة فوضى جديدة في الأسواق. يعني بغض النظر أستاذ كايد عن يعني هذه الآراء، احنا بنتكلم يعني اقتصاديا الآن هناك وزير مالية جديد جيريمي هانت بيستهدف تحقيق عائدات بتصل ل 36 مليار جنيه عبر خطة هو وضعها، ما هي ردود الأفعال حول هذه الخطة وكيف ينتوي تحصيل هذا المبلغ؟ يعني جيريمي هانت هو من أشد المعجبين في ريشي سوناك، والذي هو كمنافس لليز تراس على منصب زعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة، وطبعا هو يريد أن يزيد الضرائب ويريد أن يقتطع من الخدمات المقدمة للمواطنين. هو قلص المساعدات التي ستقدمها الحكومة للمواطنين في قطاع الطاقة، وكان يفترض أن تبقى أسعار الكهرباء والغاز والطاقة يعني في مستوى معين لمدة 2 سنين، وهو جاء وقال نضمن بقائها بنفس السعر لمدة 6 شهور. فإذا هو يريد أن يحسن من مكانة الحكومة ويقلل من المديونية، ولكن مجيئه يعني استمرار غلاء المعيشة واستمرار غلاء الأسعار في الشارع وسخط المواطنين على أداء هذه الحكومة. هذه الحكومة تعيش ساعة بساعة، وطبعا أنا أتوقع بأن هذه الحكومة لن تستمر طويلا في الحكم. أليس هناك سيناريوهات يعني مستقبلية للحكومة وللاقتصاد البريطاني من الممكن أن يتم تطبيقها في الفترة المقبلة، أو مش من الممكن، أو يعني من المتوقع أن يتم تطبيقها؟ المشكلة بأن البنوك تستمر في رفع الفائدة لأنها تريد أن تضمن أن هي أن تربح وأن تحافظ على مكانتها الاقتصادية، وبذلك ترتفع فاتورة القروض والمشتريات العقارات والشركات وترتفع الأسعار وتستمر مشكلة غلاء المعيشة. وطبعا طالما أن هناك حربا ما بين أوكرانيا وروسيا ستستمر مشكلة غلاء المعيشة.
يعني فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية الروسية سيد كايد، يعني هي تطال الكل، تطال بريطانيا، تطال أوروبا، تطال العالم كله، وهناك مشاكل تواجه العديد من الحكومات حول العالم. يعني هل يدرك البريطانيون ذلك، أم يعني يحيلون الأمر إلى فقط ليز تراس وحكومتها الجديدة؟ يعني الأمر هو خارج عن السيطرة بشكل عالمي. نعم هذا صحيح، هناك ضغوطات عالمية ومشكلة اقتصادية عالمية، ويعي الشارع البريطاني هذا هي المشكلة، ولكن يعني لولا تدخل أوروبا ومحاصرتها لروسيا وحلف الناتو ومحاولة أمريكا على الهيمنة على العالم والسيطرة على روسيا وإضعافها لما وصلنا إلى ما وصلناه اليوم. يعني ولكنها ليست الولايات المتحدة فقط وأوروبا، بل المملكة المتحدة أيضا تتخذ نفس الموقف. نعم صحيح، المملكة المتحدة ترى في روسيا عدوا لها، وهذه المشكلة. الحل هو اللجوء إلى المفاوضات وإلى السلام وإلى التعاون العالمي، لأن الاقتصاد يريد الاستقرار ويريد السلام حتى ينتعش التجارة وتنتعش الاقتصاد. طيب نعم، نحن نشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر سكايب من لندن الكاتب والمحلل السياسي كايد عمر، شكرا لك. نذهب الآن لتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتزامنا مع بدء حلف شمال الأطلسي مناورات الردع النووي في بحر الشمال وبلجيكا والمملكة المتحدة، أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد لإرسال 9000 جندي لبيلاروسيا، وذلك في إطار الاتفاق بين موسكو ومينسك على نشر قوات عسكرية مشتركة على حدود بيلاروسيا الغربية، وأن طلائع تلك القوات بدأت بالوصول. فيما قال مسؤولون أوكرانيون وشهود عيان إن القوات الروسية هاجمت البنية التحتية للطاقة في شمال كييف اليوم، مما تسبب في عدة انفجارات وأدى إلى تصاعد الدخان في سماء المدينة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز. أهلا بك حسين، ويعني اطلعنا في البداية على التطورات الميدانية فيما يتعلق بالأزمة. تحياتي ريهام. في البداية، وزارة الدفاع الروسية اليوم في الإجاز الصحفي لها تحدثت عن تدمير محطة الاتصالات الفضائية التابعة لمركز الاتصالات الحكومية في منطقة باليفكا بمدينة أديسا، وأشارت إلى استهداف القوات الجوية الروسية أو تحييد القوات الجوية الروسية 6 صواريخ هيمرس أمريكية الصنع، كان الجيش الأوكراني قد أطلقها باتجاه محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، حيث أكد المتحدث باسم الدفاع اللواء إيغر كناشينكوف على تحييد أكثر من 60 مقاطعا أوكرانيا على محور كوبيانس. وفي المستجدات العسكرية ريهام، أعلن قائد القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة الجنرال سيرجي سوروفكين أن خسائر الجيش الأوكراني تتراوح ما بين 600 إلى 1000 قتيل وجريح يوميا، مشيرا إلى أن نظام كييف يسعى لاختراق الدفاعات الروسية ويجمع لذلك جميع قوات الاحتياط لديه بما فيه قوات الدفاع الإقليمي الغير مدربة، مؤكدا أن قيادة الناتو تطالب القوات الأوكرانية منذ فترة طويلة بشن عمليات هجومية في اتجاه خيرسون. وبناء على هذه المعطيات، أكد سوروفكين على أن روسيا ستضمن مغادرة آمنة للسكان. على ما يبدو فإن القوات الروسية بدأت بإجلاء المدنيين السكان من مدينة خيرسون من أجل تحرير هذه المدينة من المقاتلين الأوكران، ومنع النازيون الجدد أو النازيين الجدد من دخول مدينة خيرسون، نظرا إلى الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها خيرسون بالنسبة للقيادة الروسية. والحديث حول منع النازيين الجدد من دخول خيرسون هو حديث روسي، منذ قليل بعض وسائل الإعلام الروسية هي من تتحدث عن هذا الأمر وتؤكد على أن القوات الروسية بإعلانها عن إمكانية إجلاء السكان المدنيين من مدينة خيرسون يؤكد على أن وصول القوات الذين تم تدريبهم نتيجة التعبئة
جزئية إلى مناطق القتال سيتزامن مع تقدم للقوات الروسية وقوات دونيتسك ولوغانسك في المناطق التي لا زالت تحت السيطرة الأوكرانية، وتحديدا في المقاطعات الأربعة أي زاباروجي وخيرسون ولوغانسك ودونيتسك، وتحديدا بالنسبة لخيرسون وزاباروجي القوات الروسية على ما يبدو تريد تحريرها في وقت سريع من القوات الأوكرانية. وكانت هناك أيضا تصريحات بأنه هذه المناطق هي الآن تخضع للردع النووي. حسين، بالنسبة للحديث النووي أو الردع النووي، روسيا حتى هذه الساعة تؤكد على أنها لن تستخدم السلاح النووي إلا في حال ألزمت العقيدة النووية للجيش الروسي القوات الروسية بضرورة استخدام السلاح النووي. لكن السيناريو النووي شادي هو أمر مطروح. لا نتحدث عن سيناريو النووي أو استخدام السلاح النووي، نتحدث عن أنه الغطاء النووي يشمل الآن هذه المناطق. نعم بالتأكيد، هذه المناطق هي أراضي روسية، هذا الأمر أصبح ينطبق على هذه المقاطعات. الجانب الروسي لم يخفي ذلك، المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أكد على أن أي شبر من أراضي المقاطعات الأربعة هو يعتبر أراضي روسية، ودونيتسك ولوغانسك وزابوروجي وخيرسون هم كباقي المناطق الروسية، يجب على الجيش الروسي حماية هذه المناطق من أي اعتداء خارجي. وهنا للتنويه شادي إلى أن الرئيس بوتين اعتبر على أن لا جدوى من لقائه نظيره الأمريكي جو بايدن متعلق بأراضي المقاطعات الأربعة، حيث روسيا أكدت للغرب وللدول عبر طرق غير مباشرة، أكدت للولايات المتحدة وللغرب على أن في حال أرادوا استئناف المفاوضات أو إجراء أي تفاوض مع موسكو فعليهم إبقاء أراضي المقاطعات الأربعة وأراضي القرم خارج النقاش، نظرا إلى أن موسكو اتخذت قراراتها بضم هذه المقاطعات إلى الأراضي الروسية، والوجود الروسي في هذه المقاطعات أصبح وجود دائم. كنت أشير إلى ما تحدث به سوروفكين قائد العمليات الخاصة عن تعهد روسيا بإجلاء المدنيين من مدينة خيرسون، هي أيضا بداية عملية تقدم وبداية عملية لتغيير وتسريع وتيرة العملية العسكرية. القوات الروسية لا يمكنها أيضا أن تنتظر بعد أو تعطي القوات الأوكرانية وقتا أكثر من أجل تحرير هذه المناطق، هذه المناطق هي أراضي روسية. الاعتداء الأوكراني على هذه المناطق يعتبر اعتداء على روسيا وليس فقط على أراضي دونيتسك أو أراضي خيرسون. من خلال الأيام الماضية شهدت مدينة بلغراد الروسية اعتداءات وسقطت الصواريخ الأوكرانية بالقرب من المطار، أيضا تتواصل الاعتداءات الأوكرانية على أراضي دونيتسك ولوغانسك. الخبراء يؤكدوا هنا شادي على أن أنه لا يمكن للقيادة الروسية أن تصبر أو أن تعطي المزيد من الوقت لإمكانية استئناف المفاوضات مع الجانب الأوكراني، وهم يقومون باستهداف أراضي دونيتسك ولوغانسك إضافة إلى زاباروجي وخيرسون. هذه الأراضي أصبحت روسية، الداخل الروسي بدأ يطالب القيادة الروسية بضرورة اتخاذ قرارات أكثر حاسمة وبضرورة أيضا استهداف المنشآت والأسلحة الغربية التي يقوم الغرب بإدخالها إلى الأراضي الأوكرانية. والضربات الصاروخية الروسية الأخيرة هي ضربات على منشآت الطاقة والاتصال، وهذا الأمر ليس سريا، بل وزارة الدفاع الروسية هي من تؤكد ذلك. نعم، يعني فعلا أوكرانيا كمان يعني أعلنت وقالت إنه روسيا هاجمت البنية التحتية للطاقة في العاصمة كييف. إذا كان لديك تفاصيل أكثر بشأن هذا الهجوم. ريهام، الرئيس بوتين كان واضحا الأسبوع الماضي وتحديدا في بداية الأسبوع الماضي يوم الاثنين قبل اجتماعه بأعضاء مجلس الأمن الفيدرالي، وبالمناسبة يوم غد أيضا الرئيس بوتين سيلتقي أعضاء مجلس الأمن الفيدرالي عبر تقنية الفيديو لبحث مستجدات الأزمة والتهديدات الأمنية. عودة إلى ما تحدث به بوتين الأسبوع الماضي، هو أكد على أن روسيا سترد على أي عمل تخريبي أو إرهابي على الأراضي الروسية برد حازم ومناسب. الاستهدافات الروسية على منشآت الطاقة هي بالتأكيد وبطبيعة الحال هي رد
روسيا على ما قامت به القوات الأوكرانية في الأسابيع الماضية، وتحديدا على تفجير الشاحنة على جسر القرم، وأيضا على استهداف مدينة بلغراد، استهدافات متتالية للقوات الأوكرانية على بلغراد. يوم أمس أسفر القصف الأوكراني عن سقوط قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال، وأيضا الصواريخ الأوكرانية كما أشرت هي سقطت في القرب من مطار بلغراد. أيضا البعض اعتبر على أن مواصلة القوات الروسية استهداف محطات الطاقة في أوكرانيا هدفها الأول هو وقف أو تفريغ المناطق والمدن من المدنيين، نظرا إلى أن روسيا بالتأكيد ستحشد قواتها في الأشهر المقبلة وستدخل المناطق الأوكرانية، وتحديدا بعض المناطق التي تعتبرها روسيا على أنها مناطق ذو روسية الأصل أو أنها مناطق يوجد فيها أغلبية من الذين هم من أصل روسي، ويجب تحرير هذه المناطق من النازيون الجدد، وأيضا يجب تحقيق الأهداف التي أعلن عنها بوتين في 24 من فبراير الماضي. استهداف الكهرباء هو ليس فقط للإنارة أو للكهرباء، بل أيضا هي استهداف محطات الطاقة هي أيضا تفيد في التدفئة، وهنا نحن على أبواب الذروة، ذروة الشتاء في روسيا وأوكرانيا، وبدون طاقة لا يمكن تدفئة المنازل والمباني السكنية. الخطوة التي قامت بها القوات الروسية هي لتسريع عملية تفريغ وإجلاء المدنيين من بعض المدن الأوكرانية. لا يمكن للمدنيين الصمود أو البقاء أكثر في المدن نتيجة عدم وجود كهرباء وعدم وجود تدفئة. بالتأكيد خلال الأيام المقبلة والأسابيع المقبلة ستتكثف أكثر الضربات الروسية على المنشآت الطاقة وعلى مراكز الاتصالات وأيضا على المنشآت العسكرية الأوكرانية. وهنا بالمناسبة إلى أن القوات الروسية اليوم أيضا استهدفت مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية كييف، وتحديدا في حي كيفسكايا، وهذه ليست المرة الأولى بل هي المرة الثانية التي تقوم بها القوات الروسية باستهداف محيط مكتب زيلينسكي. شكرا جزيلا لك حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز، كنت معنا من موسكو، شكرا لك. لا تزال فرنسا تعاني من أزمة طاقة، حيث اشتعلت احتجاجات في أنحاء العاصمة باريس بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمعيشة ونقص إمدادات الوقود في المحطات. كل هذا أدى إلى تكدس كبير للسيارات أمام المحطات وشل حركة النقل، إلى جانب طبعا استمرار إضراب عدد من عمال المصافي عن العمل. بينضم إلينا مراسلنا خالد شقير من مارسيليا فرنسا، أهلا بك خالد. وما زال الغضب يشتعل داخل الشارع الفرنسي، هل من حل لكل هذه الاحتجاجات لدى الحكومة؟ تحياتي شادي ليك والريهام ولكل السادة المشاهدين. الحقيقة الحكومة الفرنسية في موقف صعب للغاية، وبصفة خاصة أن هذه الاحتجاجات معظمها احتجاجات ما بين نقابات للعمال وبعض من الشركات الخاصة، ليس للحكومة الفرنسية الحق في إعطائها الأوامر لتقوم بتنفيذ طلبات المحتجين. تظاهر حوالي 300,000 متظاهر حسب الفيدرالية العامة للشغل سي جي تي وأمينها العام فيليب مارتينيز شادي، وحسب قوات الشرطة العدد لم يتعدى 200,000، وطبعا حسب أيضا الفيدرالية العامة 70,000 كانوا بالعاصمة الفرنسية باريس، وحسب الشرطة الفرنسية 13,000 فقط. النهاردة الجديد في الأمر شادي أن ليس فقط الإضراب من عمال الذين يعملون في مجال الطاقة، ولكن انضم ليهم بعض من العاملين بالمحطات النووية وشركة الكهرباء وبعض من العاملين في قطاع النقل والتعليم والصحة للاعتراض شادي على الغراء وارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة وسط التضخم اللي بتشهده البلاد. يعني هذه الاحتجاجات بتتواصل وتتفرع إلى مجالات أخرى شادي. المشكلة أن يعني هذه الأزمة أو ما قامت به أو ما تقوم به الفيدرالية الخاصة للاتحاد العام بالشغل هي بتقوم بمطالبات بزيادة في المرتبات تصل إلى 10%، ووسط طبعا استجابة شركة توتال إنرجي للزيادة 7% فتح الباب أمام قطاعات أخرى للاعتراض. الحقيقة شادي
الأسعار زادت بطريقة سريعة جدا. نحن أمام فرنساتيان، فرنسا لفرنسا الشركات الكبرى التي تحقق أرباحا هائلة، والعاملين في هذه الشركات من حقهم أن يقوموا بالطلبات، هذا كلام فيليب مارتينيز. وفرنسا التي تعاني وهي الطبقة الفقيرة والمتوسطة، ولهذا انضم بعض من العاملين في قطاعات الصحة والتعليم وغيرها لهذه المظاهرة. طيب الحلول إيه اللي بتقترحها الحكومة يعني من أجل إنهاء هذا الإضراب العمال المصرفي؟ الحقيقة يعني الحكومة الفرنسية لا تملك حلولا كثيرة. كان مثلا إليزابيث بورن بالأمس ريهام تحددت عن أن قرار الحكومة الفرنسية الخاص بتقديم المساعدات بالمضخات كان سينتهي أو سيقل بنهاية هذا الشهر. تم مد هذا القرار إلى منتصف شهر نوفمبر القادم، وقدمت أيضا طلب مرة أخرى لشركة توتال إنرجي بأهمية الدخول في حوار مرة تانية مع الفيدرالية العامة للشغل لإيجاد حل كبير. إذن الحكومة الفرنسية ليس أمامها سوى يعني أن تعتمد على استدعاء المضربين على العمل بقوة، وأيضا من ناحية تانية تقديم النصح للشركات الفرنسية. شكرا لك خالد شقير، كنت معنا من مارسيليا فرنسا. ما يقرب من 3 أسابيع فقط تفصلنا عن إجراء الانتخابات النصفية الأمريكية، يحاول الحزبان الجمهوري والديمقراطي الاستعانة بوجوه بارزة ذات شعبية في محاولة لحشد أنصارهما وحثهما على التصويت في المعركة الانتخابية التي ستحدد لمن سيكون السيطرة على مجلسي الكونغرس في العامين المتبقيين من رئاسة جو بايدن. فعلى الجانب الجمهوري يعد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق أمل كثير من المرشحين الجمهوريين في الانتخابات النصفية من أجل توسيع مناشداتهم للناخبين قبل أسابيع قليلة من التصويت. أما على الجانب الديمقراطي فتشارك جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن نشاط في فعاليات الحملة الانتخابية الجارية، كما يتوجه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إلى مدينتي أتلانتا وديترويت للمشاركة في فعاليات انتخابية في الأسابيع الأخيرة من الانتخابات النصفية. للمزيد ينضم إلينا ياسر نور الدين مراسل أكسترا نيوز من نيويورك. ياسر أهلا بك، وكيف قيمت وسائل الإعلام استعدادات الديمقراطيين والجمهوريين لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية؟ أهلا بك ريهام وبزميلي شادي. حقيقة الأمر أن قد بدأت بالفعل وكالات الأنباء والصحف تتحدث عن الانتخابات النصفية لتجديد الكونغرس، وسوف أبدأ سريعا معك في رويترز والتي قالت بأن هناك الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2020 قد سنت أكثر من 30 قيدا انتخابيا على التصويت. تذكرين معي ريهام ما حدث من مسألة التشكيك في الانتخابات ونزاهة الانتخابات، وهذا ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس السابق دونالد ترامب أن يقوم بسن هذه القوانين والقيود، حتى أن هناك 10 من الولايات يعني لها متطلبات غاية في الصرامة لتحديد هوية الناخبين. رويترز أيضا تقول اليوم بأن الجمهوريون من يتحدثون عن مثل هذه الإجراءات بأنها ضرورية لضمان نزاهة الانتخابات، وأن الجمهوريون أيضا يعني يتبنون أفكار الرئيس السابق دونالد ترامب ويخافون جدا من مسألة تزوير الانتخابات كما كان يعني في الانتخابات الرئاسية في السابق. أيضا على النقيض من ذلك دعني أقول لك شادي وريهام بأن الديمقراطيون أيضا يقولون بأن ما يتحدث به الجمهوريون هم فقط يريدون زيادة صعوبة الإدلاء بأصوات الناخبين، حيث أن معظم الديمقراطيون يقومون ب يعني الإدلاء بأصواتهم بشكل تقليدي. غزل الرئيس جو بايدن أيضا
الديمقراطيين وتحدث عن قانون جديد سوف يعني تحدث إليهم بأنه قانون الإجهاض، وأنه إذا ما تم انتخاب الكثير من الديمقراطيين ويعني غلبت كافة الديمقراطيين في الكونغرس سوف يكون ذلك يعني شيء هام للغاية لتمرير القانون الذي انتظره الكثيرون. هذا ما أيضا ما تحدثت عنه في CNN اليوم، و NPR أيضا شبكة الأخبار تحدثت عن نقطة غاية في الأهمية تقودنا عن مغازلة أيضا الحزب الديمقراطي بقيادة الرئيس جو بايدن، وهي مسألة تخفيض القروض أو حتى يعني إلغاء القروض على الطلاب بعد الأزمة كورونا ثم الأزمة الأوكرانية الروسية. أصبحت العائلات تعاني بشكل كبير في تسديد القروض من الجامعات. الجامعات هنا في الولايات المتحدة الأمريكية ليست مجانية، على الطالب أن يدفع يعني بانتهاء دراسته قد تصل إلى أكثر من 300,000 دولار أمريكي. سوف حوالي 8 مليون طالب سوف يعني يقوم الرئيس جو بايدن بإعفاء هؤلاء الطلاب يعني مغازلة للديمقراطيين للإدلاء بأصواتهم للحزب الديمقراطي. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات. كنت معنا ياسر نور الدين مراسل إكسترا نيوز من نيويورك في الولايات المتحدة. ما زلنا معكم مشاهدينا في حديث الأخبار، ولكن ننتقل الآن لموجز لآخر وأهم الأنباء مع هاجر سليمان. إليك هاجر. شكرا لك شاهدي ومشاهدينا، أهلا بكم إلى موجز 11 مساء وتحية طيبة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة على استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال. جاء ذلك خلال استقباله وفدا من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من القطاعات الصناعية المختلفة، بحضور رئيس الوزراء والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد أيضا اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار والتعامل مع كافة الشواغل التي تواجه رجال الأعمال الوطنيين بشكل حاسم. واستعرض الرئيس في هذا الإطار التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبناها الحكومة. كما أكد الرئيس حاجة مصر لكل سواعد أبنائها للمساهمة في تطويرها وتنميتها وتغيير واقعها إلى الأفضل. وقد شهد اللقاء حوارا مفتوحا بين الرئيس ومجموعة رجال الأعمال والمستثمرين المصريين حول ما تقوم به الحكومة لدفع عملية التنمية الشاملة في مصر والآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر، حيث أشاد ممثل مجتمع الأعمال بالخطط التنموية الطموحة للدولة والتحسن في البيئة الحاضنة للاستثمارات في مصر، وكذلك الإرادة السياسية القوية لتحقيق الإصلاح والنمو بوتيرة متسارعة. استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية وتطويرها وفقا لأحدث النظم القتالية العالمية، تسلمت القوات المسلحة الفرقاطة الأولى طراز ميكو A200 التي تم بناؤها بألمانيا إذانا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية. وخلال الاحتفال الذي أقيم بمدينة بريمرهافن الألمانية، قام الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية برفع العلم المصري على الفرقاطة العزيزة، والتي تعد واحدة من أصل 4 فرقاطات تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا. أعلنت قيادة الأمن الجوي الأمريكية الكندية أن السلاح الجو الأمريكي اعترض قاذفتين روسيتين بالقرب من ساحل ألاسكا بعد دخولهما منطقة تحديد الدفاع الجوي لألاسكا. وقالت القيادة الأمريكية الشمالية إن الطائرتين الروسيتين ظلتا في الأجواء الدولية ولم تدخل المجال الجوي للولايات المتحدة أو كندا. واعتبرت واشنطن أن إرسال روسيا لقاذفتي الصواريخ فوق المحيط الهادئ عملا عدائيا. كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت قيام قاذفتين استراتيجيتين تابعتين لقوات الفضاء الروسية بدوريات فوق المحيط الهادئ،
وبحر بريانج وبحر أوخاتسك. وقال بيان للدفاع الروسي أن حاملتي الصواريخ طويلة المدى من طراز توليف 95 ام اس قامتا برحلة مخططة في المجال الجوي فوق المحيط فوق المياه المحايدة للمحيط الهادئ وبعض المناطق. أعلن قائد المجموعة المشتركة للقوات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا سيرجي سوروفكين أن الجيش يستعد لإجلاء سكان مدينة خيرسون. وقال سوروفكين إن الجيش الروسي سيضمن قبل كل شيء الإجلاء الآمن للسكان من خيرسون، حيث تشكل الضربات الأوكرانية التي تستهدف البنية التحتية المدنية تهديدا مباشرا لحياة السكان، مشيرا إلى أن الوضع في المدينة صعب للغاية. كما أعلن أنه يتم تنفيذ ضربات بأسلحة عالية الدقة على المنشآت العسكرية ومنشآت البنية التحتية للقوات الأوكرانية. وقال إن تلك الضربات تؤثر على القدرة القتالية للقوات الأوكرانية. كما أعلن أن الجيش الروسي لديه معلومات عن استعداد كييف لهجوم صاروخي ضخم على سد محطة كاخوفساكيا الكهرومائية. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده لا ترى أي جدوى للإبقاء على نفس الوجود الدبلوماسي في الدول الغربية، مضيفا أن موسكو يمكن أن تخفض وجودها الدبلوماسي في الغرب. وأكد لافروف أن موسكو ستركز الآن على آسيا وأفريقيا، مشيرا إلى أن الدول النامية في القارتين تحتاج إلى مزيد من الاهتمام. مشاهدينا ختام الموجز، ولكن ابقوا معنا في حديث الأخبار مع الزملاء شادي وريهام. في أمان الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حديث الأخبار، وفي هذه الفقرة نناقش ملف هام للغاية هو التغيرات المناخية في ظل احتضان مصر لفعاليات أسبوع القاهرة للمياه، واللي بيعد حدث تحضيري لأنشطة المياه بمؤتمر المناخ كوب 27، وأيضا بيتيح الفرصة لتوحيد الرؤى والجهود حيال دمج قضايا المياه في ملف التغيرات المناخية. كل هذا يعكس اهتمام مصر بهذا الملف وتطلعها الدائم للتواصل مع شركائها لرفع الوعي بقضايا المياه وتشجيع الأفكار المبتكرة لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع المياه الذي يقترن وجوده بوجود الحياة. تفاصيل أكثر نعرفها من ضيفنا في الاستوديو الدكتور أحمد جابر شديد، أستاذ جيولوجيا المياه ورئيس جامعة الفيوم السابق. أهلا بحضرتك دكتور ومنورنا. أهلا بيك أستاذ شادي. أهلا بحضرتك. إذا مصر بتحتضن أسبوع القاهرة للمياه، ليست طبعا هي يعني المرة الأولى لفعاليات هذا المؤتمر، ولكن هناك جديد هو محاولة إدماج قضايا المياه في ملف التغيرات المناخية، لأنه الحقيقة مرتبط بشكل مباشر. يعني كان البعض يرى أنه هذا شيء وهذا شيء، هذا غير صحيح بالمرة. يعني قضايا المياه هي مرتبطة بشكل مباشر في التغيرات المناخية وتتعلق بها. كيف ترى إدماج القضيتين مع بعض؟ خليني في البداية طبعا أشكر حضرتك وقناتكم المحترمة على الاستضافة. هو زي ما حضرتك قلت أن قضايا المياه لا يمكن فصلها بأي حال من الأحوال عن قضايا المناخ، ويمكن من حسن الطالع أن مصر بتستعد لتنظيم قمة المناخ كوب 27 زي ما عليك قلت، وده تصادف مع انعقاد أسبوع القاهرة الخامس للمياه. أسبوع القاهرة الخامس للمياه ده بدأ بفكرة كانت فكرة محلية، وكان بيتم مناقشة فيها بعض الأمور الخاصة بالمياه على مستوى محلي.
ولكن مع تطور ومع الزخم اللي تم في موضوع المياه بشكل عام على مستوى العالم، أصبح هذا الأسبوع من الأحداث العلمية الأكاديمية الهامة جدا العالمية والدولية. الدليل على كده هو هذا الأسبوع الخامس اللي بيعقد خلال الفترة من 16 ل 19 أكتوبر في جمهورية مصر العربية. الزخم ده واضح من ايه؟ الزخم واضح من حضور من المشاركين في هذا الاسبوع اللي بيصل عددهم الى 16 وفد وزاري، 54 وفد رسمي، 66 منظمة دولية، بإجمالي عدد مشاركين بيفوق الألف مشارك من 70 دولة. فإن دل ذلك على شيء بيدل على اهتمام العالم أجمع بهذا الملف اللي هو ملف المياه بشكل عام، نتيجة لكده مشارك علماء وباحثين وشباب من معظم دول العالم، من أفريقيا ومن آسيا ومن أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية. الهدف العام لهذا المؤتمر واضح من الاسم بتاعه، الشعار بتاع المؤتمر أو بتاع الأسبوع هو المياه في قلب العمل المناخي. معنى كده ان المياه عامل اساسي ومحور اساسي واصبحت يعني هتعتبر محور اساسي من محاور الكوب 27 القادم ان شاء الله في مدينه شرم الشيخ. الهدف الاساسي من هذا الاسبوع هو دمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي بشكل عام. طب الأهداف التفصيلية إيه لهذا الأسبوع؟ الأهداف التفصيلية للأسبوع ده مناقشة كل قضايا المياه، مناقشة التنمية المستدامة في مناطق الندرة في أو في بلدان الندرة المائية، مناقشة إزاي المحافظة على موارد المياه، إزاي تنمية موارد المياه، إزاي التكنولوجيات الحديثة وإلى أي مدى وصل العالم في استخدام وتطبيق تكنولوجيات حديثة سواء في تحلية المياه أو في معالجة وإعادة استخدام المياه بشكل أساسي. ومن هنا بدأت تظهر أهمية هذا الأسبوع من خلال الفعاليات الكتيرة المختلفة فيها. يتميز هذا الأسبوع إن هو مش أسبوع علمي فقط، لا ده أسبوع علمي سياسي اقتصادي أكاديمي فني، وده ظاهر يمكن من خلال الجدول الأعمال بتاع هذه الفعاليات اللي يمكن مستمرة تنتهي إن شاء الله بكرة، هتظهر التوصيات النهائية. عشان كده بنلاقي إن هذا الأسبوع بيحتوي على أكتر من حدث، بيحتوي على حوار سياسي خاص بين الدول بخصوص التنمية المستدامة في بلدان الندرة المائية، بيختص بتنظيم مؤتمر خاص بنسميه المنتدى أو منتدى الخامس لشباب من الدول الأفريقية المتخصصين في مجال المياه. وبالتالي هنا أنا بجمع كل الشباب من الدول الأفريقية المهتمين بمجال المياه بيناقشوا قضية المياه في أفريقيا. أنا عندي 130 يمكن بحث مقدم من معظم الجامعات والمراكز البحثية المصرية هيتم مناقشتها في خلال هذا المؤتمر. عندي أربع مسابقات أساسية بيتم تنظيمها في خلال هذا المؤتمر كلها ليها علاقة بمجال المياه. عندي مسابقة عن أفضل الممارسات الزراعية، ودي يمكن متقدم ليها 375 متسابق عشان نختار منهم 10 متسابقين فقط يتم دعمهم. عندي مسابقة خاصة بشباب المبتكرين، ودي متقدم لها طلبة مدارس المتفوقين يعني 250 طالب متقدمين ب72 بحث من في مجال تكنولوجيا المياه هيتم دراستها وهيتم اختيار بعضها او افضلها ودخوله الى حيز التنفيذ، وخصوصا مع وجود مستثمرين ووجود رجال صناعه بيحضروا هذا المنتدى. عندي شباب الباحثين من الجامعات المصرية، عندي 23 يعني متنافس في رسالة ماجستير ودكتوراه لاختيار أفضلها. عندي يعني مجموعة كبيرة جدا من الشباب المتقدمين بمشاريع تخرج في كلياتهم سواء العلوم أو الزراعة أو الهندسة هختار أفضلها وهكذا. وبالتالي في زخم كبير جدا بيحيط بهذا المشروع، يمكن بهذا الأسبوع إن شاء الله بكرة هنلاقي أسبوع دولي ولا أسبوع بالتأكيد من المشاركين فيه. طيب يعني مصر لا يخفى على أحد أنها بتبذل جهود كبيرة للغاية في رفع الوعي بملف المياه. يعني الدولة
تسعى للحفاظ على المصادر المائية، تقليل الفائض منها. هناك مشروعات قومية كبرى الحقيقة في قطاع الموارد المائية علشان ننوع من مصادر المياه ونحد من الهدر. ما هي أبرز هذه المشروعات من وجهة نظرك يا دكتور؟ خلينا نقول لخطة الدولة مرتبطة أو يعني متجمع فيها مجموعة كبيرة جدا من الوزارات كلها مركزة على قطاع المياه، سواء بقى وزارة الري، وزارة الزراعة، وزارة التعاون الدولي، وزارة الاقتصاد، وزارة البيئة، كل هذه الوزارات بتعمل على خروج الملف بتاع المياه بشكل عام، خصوصا زي ما حضرتك قلت مع الاعتراف اللي احنا لازم نعترف بيه ان مصر بقت واقعة تحت ضغوط او مشكلة ضغوطات مائية. فمن هنا كانت الدولة سباقة في وضع خطط استراتيجية لمجابهة هذه الضغوط. اقول لحضرتك الدولة المصرية مخصصة مبلغ قيمته 900 مليار جنيه مصري لخطط والتنمية والترشيد والبحث عن مصادر بديلة في المياه. هذه الخطة يعني مقسمة إلى عدد كبير جدا من المحاور، زي ما حضرتك قلت محور من المحاور هو محور ترشيد استهلاك المياه، ومن هنا الدولة المصرية وضع 50 مليار جنيه للمساعدة في عملية الترشيد بتاع استخدام المياه، من خلال بقى تعديل نظم الري، من خلال استنباط محاصيل جديدة تستهلك كميات قليلة من المياه وهكذا. في نفس الوقت كان عندنا لحد فترات قريبة جدا كميات كبيرة جدا من المياه بتهدر بعد الاستخدام، فدلوقتي بدأت الدولة تتوجه لاستخدام أساليب حديثة جدا في المعالجة، ويمكن مصر أنشأت خلال الفترة الأخيرة حوالي 480 محطة معالجة لمياه الصرف بتكلفة تفوق 30 مليار جنيه، ويمكن كم من أحداثها اللي كلنا شاهدناها محطة معالجة مياه مصر البحر البقر اللي بتعتبر واحدة من أكبر محطات المعالجة على مستوى العالم، لدرجة أنها دخلت في موسوعة الأرقام القياسية، موسوعة جينز الأرقام القياسية. نتيجة لإيه؟ نتيجة للكمية الكبيرة جدا اللي بتقدر تخرج منها كمية معالجة اللي بتصل إلى 5.5 مليون متر مكعب معالج يومي. أيوة. بشكل يومي. وعندنا المشروع القومي لتطين الترع بتكلفة تصل لكام؟ تصل ل 20 مليار جنيه. المشروع القومي اللي حضرتك قلت عليه لتبطين الترع ده اللي حاطط فيه خطه ان انا هعمل اعاده تبطين وتاهيل لترع بطول 20,000 كيلو متر من الترع، تم تنفيذها تنفيذ منها يمكن خلال هذا يعني هذا العام حوالي 11,000 كيلو متر بتكلفه تفوق 80 مليار جنيه. عندي مشروعات كبيره جدا في تحليه المياه واعاده وتحليه مياه البحر، ويمكن من اكبرها محطه تعتبر الاولى او اكبر محطه تحليه مياه على مستوى العالم، وهي محطه تحليه مياه العين السخنه. أيوه. اللي بتكلفه تصل الى يمكن 2.3 مليار جنيه، بتنتج لي يومي 164,000 متر مكعب مياه محلاه. كل ده هيفيد في الانشطه الزراعيه والصناعيه. محطات تحليه المياه بالتاكيد يعني. هي محطات تحليه المياه هتستخدم بشكل اساسي في الاستخدام البشري بالاضافه للاستخدام الصناعي. لكن المياه المعالجة اللي بيتم معالجتها من خلال مصر البحر البقر وهكذا هتستخدم غالبا في الصناعة، ويمكن مصر البحر البقر بالذات هيفيدني ان انا هستفيد به تماما في تنمية سيناء بشكل اساسي، لان دلوقتي مقدر ان انا اعمل استصلاح في سيناء باجمالي مساحة تصل ل 453 الف فدان. هيتم كل ده منين؟ الاحتياجات المائية من خلال المياه المعالجة من مصر في محطة بحر البقر. طيب يعني خصوصا أساليب الري عايزين نتكلم فيها شوية يا دكتور أحمد، لأنه يعني أيضا هناك خطة مصرية طموحة جدا لاستخدام أحدث وسائل العلم الحديث في الري، يعني لأنه إحنا عارفين طبعا أنه المصري كان يروي بطريقة معينة بطريقة الغمر، ولكن يعني يمكن الموضوع ده مش انتهى ولكن تقلص كثيرا نتيجة كل هذه الجهود اللي بتبذلها الدولة. حقيقي في تركيز من الدولة في هذا المشروع، ويمكن خاصة في المشروعات العملاقة الجديدة المليون ونص فدان أو الدلتا الجديدة أو كذا بيتم تطبيق
أحدث هذه الأساليب، وفي طريقنا دلوقتي لوضع مشروع كامل هيتم من خلاله دعم صغار المزارعين بمبلغ معين من المال، بحيث أنه هو يقدر يعدل نظام الري بتاعه من نظام الري بالغمر اللي هو النظام السائد في الوقت الحالي إلى النظم الحديثة. النظم الحديثة لحد وقت قريب كان هو نظام الري بالرش والري بالتنقيط، لا ده ظهر أحدث من كده كمان صحيح. دلوقتي ظهرت طرق جديدة جدا إن بنقدر ندخل مادة تحت سطح التربة تاخد جزء محدد أو جزء معين من المياه، تقدر تدي فقط لجذور النباتات ما يحتاجه من مياه. يعني حتى ري بالرش والتنقيط دلوقتي ما بقاش هو الترشيد الكامل، بقى نوع من الهدر بتاع المياه. فالحقيقة الدولة قايمة بمجهودات كبيرة جدا في هذا الموضوع. زي ما قلت لحضرتك الدولة رصدة في تعديل نظم الري في مصر مبلغ لا يقل عن 50 مليار جنيه. إن شاء الله لحد 2037. فبالتأكيد ده هيوفر كميات كبيرة جدا من الـ من الـ من المياه. طيب لو اتكلمنا بشكل عام يا دكتور أحمد، كيف أثرت التغيرات المناخية على مصادر المياه في العالم؟ خلينا نقول التغيرات المناخية هي حديث العالم في الوقت الحالي، ويمكن خاصة مع استعداد مصر لاستضافة القمة 27. هو خلينا بس باختصار كده، التغيرات المناخية ليس معناها فقط كنتيجة مباشرة ان هترتفع درجة الحرارة، لا طبعا. وعلشان كده بنقول ان قضايا زي قضايا المياه مدمجة في التغيرات المناخية. ايوه تمام. عشان كده احنا بنلاحظين ايه، ان في بلدان تأثرت بالتغيرات المناخية ان بقى فيها جفاف زي اوروبا. اوروبا دلوقتي تخيل حضرتك التي لم تشهد جفافا من قبل، تخيل اوروبا حضرتك، احنا كنا يعني عندنا رغبه في السفر لاوروبا عشان نروح الشواطئ بتاعه اوروبا بتاع نهر الراين ونهر الدانوب والحاجات دي كلها واسبانيا ونشوف الشواطئ بتاعتها. دلوقتي حصل انخفاض في بعض الانهار في اسبانيا بنسبه 28%. حصل والمانيا حصل انخفاض في المانيا لدرجه ان كان فيه بعض اللي بيسموها احجار الجوع كانت مختفيه تحت الميه، فلما انخفضت بقوا دلوقتي الناس يمشوا بالاقدام على في المجرى بتاع النهر ويشوفوا الرسومات اللي موجوده على تم اكتشاف الأحجار. اثار يعني بانت بعد ما الانهار جفت، يمكن علماء الاثار انبسطوا جدا بهذه الظاهره. يمكن في نهر الدانوب تم اكتشاف مؤخرا 20 سفينه كانت غرقة من يوم الحرب العالمية الثانية لما أغرقها الأسطول الألماني لما تقدمت عليه القوات الروسية، وكانت هذه السفن مش ظاهرة خالص نتيجة لغمرها بالمية، دلوقتي ظهرت هذه السفن. تخيل حضرتك ان في ايطاليا في احد الانهار لما جفت الميه والناس بدات تمشي في المجرى بتاعه النهر تم اكتشاف قنبله بيصل وزنها الى 450 كيلو لم تنفجر من ايام الحرب العالميه الثانيه. جميل جدا. لكن يعني مدى عن حاله الانهار نفسها يعني بغض النظر عن هذه الاكتشافات. ده 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 ده, ده بنسميه بقى الجفاف اللي بيعم اوروبا. في نفس الوقت في بعض البلدان حصل فيها فيضانات عارمة وحصل فيها سيول قوية جدا وهكذا. فبالتالي ده بيأكد حدوث ظاهرة التغيرات المناخية اللي بعض الناس ما زالت حتى هذه اللحظة بتنكرها، إن البلاد بقى فيها جفاف وبلاد بقى فيها فيضانات، بلاد بقى فيها درجة حرارة مرتفعة، بلاد حصل فيها انخفاض في درجات الحرارة، بلاد تقدمت فيها الـ 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 الشواطئ تقدمت فيها مياه البحار وبدأت تدخل على الشواطئ وهكذا. يعني ارتفاع منسوب سطح البحر بالتأكيد. وبالتالي وده طبعا ليه تأثيرات كبيرة جدا على الأراضي المتخمة، ويمكن الدلتا عندنا يعني احنا قلقانين جدا من هذا الحدث، انه لو حدث هيأثر على منطقة كبيرة جدا تعتبر من المناطق الرائدة في الزراعة وفي الكتلة السكنية وهي منطقة الدلتا، ان لو حدث حصل تقدم. وهنا الدولة المصرية بتقوم بمجهودات كبيرة جدا في سبيل حماية هذه الشواطئ، سواء بقى من خلال تبطين الشواطئ ديت او رفع مستوى الساحل نفسه، يضاف اليها المشروع اللي حضرتك قلت عليه من شويه وهو مشروع تبطين الترع. كل دي مشروعات بتقوم بها الدوله لمجابهه اثار التغيرات المناخيه المحتمله والمتوقع حدوثها، واللي هيكون من اكثر القطاعات اللي بتتاثر بيها هو قطاع المياه، وبالتالي هيتاثر بيها قطاع الزراعه. ويمكن لو لاحظنا أو تمعنا كده في كلمة فخامة الرئيس في افتتاح أسبوع المياه، أما قال إن أبداً مفيش فصل بين الأمن الغذائي وبين الأمن المائي، ده هي البلاد كانت بتعاني من ندرة مائية وكان فيه مشكلة، ما بال حضرتك إن جه التغير المناخي زاد هذه الأمور سوءاً في نقص كمية المياه في عدد كبير جداً من البلدان.
ولهذا يعني قضايا المياه هي من أهم القضايا المطروحة على أجندة أعمال كوب 27. بالتأكيد ده لها محور أساسي في هذا المؤتمر، ولذلك مصر بتستعد بأجندة قوية جدا في هذا المجال لطرح موضوعات وطرح آفاق إن شاء الله يتم الموافقة عليها في كوب 27. نتمنى ذلك بالطبع، وأنا بشكرك على هذا الحوار المفيد للغاية. الدكتور أحمد جابر شديد، أستاذ جيولوجيا المياه ورئيس جامعة الفيوم السابق، شكرا جزيلا لحضورك. عفوا يا فندم، شكرا لحضرتك. شكرا ليك يا فندم. بنوجه عناية السادة المشاهدين لانطلاق قناة إكسترا لايف في بثها التجريبي. هي قناة معنية بالبث الحي المباشر لكل الأحداث الكبرى داخل مصر وخارجها، وفي مقدمتها بالطبع قمة المناخ. نشير إلى أن تردد قناة إكسترا لايف هو 1209 فيرتيكال. ما زلنا مشاهدين معكم في حديث الأخبار والفقرة القادمة مع ريهام السهلي. أهلا بكم من جديد. هنتكلم دلوقتي عن الجهود العديدة اللي بتبذلها الدولة لدعم قطاع الصناعة الوطنية ورجال الأعمال والمستثمرين في القطاع. كمان هنتكلم عن الحوافز والتيسيرات اللي بتقدمها الدولة للقطاع وأثر ده على إتاحة الفرص الاستثمارية والنهوض بالاقتصاد القومي. وهنتابع أكيد كمان تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ومحاولات أوروبا لتحديد سقف سعري للغاز، وأيضا محاولات التغلب على ارتفاع أسعار الطاقة ونقص إمداد ذاتها، فضلا عن التضخم العالمي اللي بيهدد العالم كله بالركود. في الأول يعني هنتكلم عن الأزمة والوضع العام مع ضيفنا اللي موجود معانا، الأستاذ أحمد بيومي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أستاذ أحمد أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بيك. وخلينا في البداية نتكلم عن يعني بتشوف إزاي دعم الدولة في مصر لرجال الأعمال وفي الفترة الأخيرة وتوفير طبعا التيسيرات والحوافز والفرص ليهم. طيب لما نتكلم عن دعم الدولة للقطاع الصناعي، احنا بنتكلم عن بيئة استثمار بشكل عام في مصر. احنا طبعا عارفين ان الدولة نفذت برنامج اصلاح اقتصادي في الفترة بداية من عام 2016 بالتعاون مع مؤسسة صندوق النقد الدولي، واللي اكسبت برنامج الاصلاح الاقتصادي مصداقية دولية في التعامل مع الاوضاع الاقتصادية. البرنامج ده استهدف سياسات مالية ونقدية، طبعا الناس بقت حافظة الكلام ده خلاص، سياسات نقدية مالية، سياسات اجتماعية وإصلاح هيكلي. نتكلم المرة دي عن الإصلاح الهيكلي، وهو الجزء الخاص بتأهيل أو إعادة صياغة الإطار العام للقوانين في الدولة. وهنا بنتكلم عن قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية اللي صدر من حوالي 3 أعوام تقريبا، علشان يعيد صياغة المشهد الاستثمار في مصر ويقسم مصر إلى مناطق استثمارية ألف وبه وجيم، مناطق أكثر احتياجاً للاستثمار اللي هي صنفت بجيم واللي ما تم منحها مميزات إضافية، والمناطق ألف وبه وهي برضو بتحصل على ميزات لكنها أقل من المنطقة جيم. مؤخراً الدولة أطلقت سياسة وثيقة ملكية الدولة، واللي أنا بعتبرها الإطار الذهبي اللي بيحكم العلاقة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في مصر. السياسة دي نظمت أو رسمت صورة خطة كده للمستثمرين في القطاع الصناعي وأي قطاع آخر. طبعا نتكلم القطاع الصناعي، القطاع الصناعي ده بيشمل كل القطاعات، لأن هو ده القطاع الصناعي مش بس المكن والعربيات، لأ، ما هو الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية، الصناعات اللي هي الهندسية. فإحنا عندنا قطاع كبير جدا، لما بنقول قطاع الصناعة، الصناعة دي بتشمل تقريبا كل القطاعات. ففي وثيقة سياسة ملكية الدولة، الدولة وضعت خطة إن تزيد من نصيب القطاع الخاص بالاقتصاد المصري إلى حوالي 65%، والجزء الثاني إن هي تخفض من ملكية الدولة بالاقتصاد من خلال التخارج من بعض الأنشطة اللي صنفتها الدولة بإن هي أصبح القطاع الخاص قادراً على المنافسة فيها بقوة، واللي على رأسها القطاع الزراعي والاستزراع السمكي، ثم قطاعات أخرى الدولة شايفة إن هي هتفضل متواجدة فيها، وقطاعات أخرى الدولة هتزيد استثماراتها فيها زي قطاعات الدفاع والاتصالات وما إلى ذلك. الخطة اللي بتشهدها مصر في الوقت الحالي والنظام اللي موجود والحوار الوطني اللي بيتم
حوالين سياسة ملكية الدولة وإشراك القطاع الخاص. دي نقطة مهمة، لأن الدولة بقت يعني بتنتهك فكر قائم فعلا على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات وتحديد الملكية فعلا وفقا لهذه الوثيقة. اشرح لنا أكتر، يعني الأمر هيتغير إزاي مع صدور الوثيقة؟ طيب الوثيقة، وثيقة سياسة ملكية الدولة، هي وثيقة صدرت، هي طبعا اسمها وثيقة لكن هي عبارة عن سياسات، مجموعة من السياسات اللي درست بعناية مفاصل الاقتصاد المصري وكل صناعة أو كل سيكتور، كل قطاع، كل قطاع فيهم درجة نضوجه في الاقتصاد وصلت لحد فين وحجم ملكية الدولة في ذلك القطاع، فصنفتها بقطاعات، اديتها الضوء الاخضر ان هي تنطلق، زي مثلا القطاع الزراعي، الاستزراع السمكي، الاغذيه والمشروبات بشكل عام، بخلاف الحبوب، ولا بتعتبرها مصر سلعه امن استراتيجي قومي هتفضل موجوده فيها علشان تقدر تحافظ على او توفر حصه مصر من الامن. القطاع الاولاني ده اللي هو الدوله حددته ان هي الدوله هتتخارج منه، الدوله حطت خطه ان هي خلال 4 سنوات هتتخارج من القطاعات دي بشكل تدريجي وتجذب 10 مليار دولار كل سنة بإجمالي 40 مليار دولار علشان تتيح الفرصة للقطاع الخاص بشكل أكبر إن هو يلعب دور في الصناعة دي أو مجموعة القطاعات اللي صنفتها الدولة إن هي هتتخرج منها. القسم الثاني واللي هي الدولة هتدخل فيه في مشاركة مع القطاع الخاص، هتسمح للقطاع الخاص بزيادة نصيبه لكنها لن تخرج من القطاع، هتفضل موجودة في القطاع ده، واللي هيبقى مبني على فكرة الشراكات، إن الدولة بتدخل في شراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل المصانع أو لإنتاج مخرجات أو الحاصلات الخاصة بالقطاع ده علشان تفضل سندة القطاع الخاص وعاملة توازن في السوق، علشان القطاعات دي تم تصنيفها ان هي قطاعات اكثر اهميه بالنسبه للاقتصاد المصري، وان لسه دور الدوله مطلوب في توفير التمويل وتوفير الخبرات اللازمه في القطاع ده. الجزء الاخر هو الثالث اللي هو القطاعات الاكثر استراتيجيه، على راسها طبعا صناعات الدفاعيه والاتصالات وكل السكه دي، الاعلام وما الى ذلك. القطاعات دي قطاعات استراتيجية جدا بالنسبة للدولة المصرية، مؤثرة في الأمن القومي المصري، دولة لا يمكن أن تتخارج منها لا دلوقتي ولا لاحقا وفقا للسياسة، وبناء عليه فالدولة هتزيد من استثماراتها في القطاع ده وهتحاول أن هي يكون ليها تواجد أكتر فيه. الأهم بقى في شكل السياسة أن الدولة ما حطتش السياسة بمعزل عن شركاء من أطراف المصلحة، وإحنا هنا لما بنتكلم إن في العادي أن الحكومة أو الدولة بتحط السياسة ثم بتطلع للبرلمان، البرلمان بيناقشها ويتم اعتمادها او رفضها او طلب عليها تعديلات، لكن المره دي تم ضم السياسه لبرنامج الحوار الوطني اللي الدوله عاملاه حوالين السياسات الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه اللي موجوده في الدوله، وبتسمع اراء كل الخبراء الاكاديميين المستشارين المصريين والمصريين العاملين بالخارج والمصريين الهجور، العقول المصريه المهاجره، عشان تحط خطه عامه للدوله المصريه، إحنا وضعنا الحالي في الوقت ده فين ورايحين لفين في الفترة المستقبلية. في النص طبعا طلعت أفكار جديدة زي الرخصة الذهبية، طلعت أفكار زي الترخيص اللي هو اليوم الواحد، الرخص المؤقتة، الإعفاءات اللي طالعة للمستلزمات الإنتاج الصناعية اللي الدولة منحتها لما طبعا البنك المركزي قرر إن يطبق قرار الاعتمادات المستندية. فالحوار الوطني ده ناتج عنه كل الأفكار والقرارات الأخيرة اللي تم اتخاذها في قطاع الصناعة المصري بالشكل ده. ممتاز. طيب خلينا نروح للتداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، خصوصا أزمة الغاز. الحقيقة يعني هي أزمة كبيرة بتواجهها دول العالم. المفوضية الأوروبية قدمت عدد من المقترحات لتجاوز أزمة الغاز في الدول الأوروبية، خلينا نستعرضها مع حضرتك. من ضمن هذه المقترحات هو إجراء عملية شراء مشتركة للغاز لدول الاتحاد بمستوى 15% من إجمالي الطلب. اشرح لنا ده أكتر، إيه المقصود بيه؟ طيب خلينا الأول نعرف إن الوضع اللي بتمر بيه أوروبا من نقص غاز في فصل الشتاء، وإن الخزانات بتاعتها اللي موجود فيها هو 85% من السعة التخزينية للخزانات دي، واللي بيكفل شهرين بس في فصل الشتاء، وده بيضع أوروبا في خطر كبير جدا في التعامل مع فصل الشتاء، وإن ربما يحصل شتاء قارس. المفاوضية الأوروبية طبعا في اجتماع
اللي هيتم عقده خلال أيام وضعت 5 سيناريوهات للتعامل مع ذلك الملف. السيناريو الأولاني هو السيناريو الخاص بتحديد سقف سعري لشراء الغاز، وهنا بنتكلم عن الغاز الروسي، ولكن في اعتراض من جانب دولة زي النمسا على سبيل المثال لسه بتحصل على احتياجاتها من الغاز من خلال روسيا، ان ده بيهدد بقطع امدادات الغاز الروسي تماما عن دولة زي النمسا، وانه يعرضها ان هي تحصل على شتاء قارس. الحجة التانية او الحجة التانية اللي بتدحض امكانية تنفيذ القرار ده هو ان انا لو حطيت سقف سعري للغاز الروسي، روسيا هتبيع الغاز بتاعها لاي دولة اخرى، هي مش مضطرة ان هي تبيع لاوروبا بالسعر اللي اوروبا هتحدده. طيب في سيناريو تاني او المقترح التاني هو ان اوروبا اصلا تتفق مع بعضها وتحط سقف سعري لاستيراد اي غاز من اي دوله في العالم، ان هي تحدد سعر، تقول انا هستورد المتر مكعب مثلا او المليون سعره حراريه ب$3 وده السعر اللي انا هشتري بيه، وتصبح علشان هم كتله اتحاد اوروبي، فاصبح ان انا مش هقدر اروح اصدر، فرنسا بتقول لي هشتري منك ب$3 فالمانيا بتقول لي طب انا هدفع سعر اعلى، لا هم متفقين على السعر علشان يشكل جزء ضغط بالنسبه لهم ان هم يحطوا تسعير، فالدول تضطر تبيع بنفس السعر ده. ولكن برضو بنرجع لنفس النقطه ان في اصلا طلب عالمي قوي جدا على الغاز، وان هم لو حطوا سقف سعري لشراء الغاز من دول غير روسيا، يعني شراء الغاز بشكل عام، الدول دي هتروح تبيع الغاز بتاعها في باقي الاسواق العالميه. طيب في سيناريو ثالث اللي هو السيناريو اللي بيتكلم عن التضامن الاجتماعي، او ان هم يحطوا ضريبه على الغاز، على الكهرباء، على شركات الكهرباء اللي بتولد كهرباء من مصادر غير الغاز. احنا عايزين نعرف ان الكهرباء في اوروبا بتتسعر باعلى سعر لتوليد الطاقه، يعني انا عندي بولد الكهرباء بطاقه نوويه، بطاقه فحم، بطاقه غاز بالوقود، اعلى سعر فيهم هو السعر اللي انا ببيع بيه الكهرباء. فاصبح ان دلوقتي سعر الغاز عالي، الفحم مثلا الشركات اللي بتنتج كهرباء من خلال الفحم، الفحم مثلا رخيص، الشركه دي اللي بتنتج كهرباء من الفحم بتبيعه بنفس سعر الشركه اللي بتنتج الكهرباء من الغاز. هنا شركات الفحم، الطاقه النوويه، الطاقه المتجدده بتحقق ارباح طائله. المفاوضيه الاوروبيه بتقول ان احنا هنحط ضرائب على الشركات اللي بتحقق ارباح طائله بالشكل ده علشان ناخدها ندعم بيها المواطنين اللي بيشتروا الكهرباء اللي متولده من الغاز. القرار ده احتمال تقريبا يوفر 170 مليار يورو علشان دعم الجزء ده. ولكن احنا برضو هنا في نقطه اخرى او التحدي الاكبر، ان انا لو عملت كده ده هيخلي استثمارات الشركات في قطاعات زي الطاقه المتجدده، الطاقه النوويه، الفحم، تقل في الفتره اللي جايه بشكل كبير، و لانه هيبقوا بيخسروا بالظبط، واوروبا في عرض كل كيلو وات بيتم توليده من الطاقه. طيب في حلين تاني، الحلين دول هم ترشيد استهلاك الطلب بالنسبه للشركات الكبيره، وده هيؤدي للشركات الكبيره ان هي تسرح عمال او تقفل لو انا قلت لها خفضي لي استهلاكك، هيعمل ازمه ثانيه، وده هيعمل ازمه بطاله. ازمه بطاله. الحل الاخير هو ان كل الناس، الحل اللي حضرتك بتتكلمي عنه، كل الناس او كل اوروبا بمواطنيها تقلل الطلب بنسبه 15%، وده الحل اللي ممكن يتنفذ الى حد كبير علشان خاطر ان هم ما يضروش اي قطاع بعينه، ما يركزوش على الطاقه. ازاي ممكن يفعل ذلك؟ يعني ازاي ممكن نلزم الجميع، الجميع ده يعني شركات وجهات ومؤسسات ويعني افراد كمان، مش كده؟ ازاي ممكن يبقى في طريقه ملزمه للجميع انه يلتزم بيها؟ هو مش هيكون في طريقه يعني هو ملزمه كلام طبعا كويس، لكن ازاي ممكن ينفذ على ارض الواقع وفقا لما تم عرضه؟ ما فيش اليه طبعا. هو طبعا الاتحاد الاوروبي ما بيتكلمش عن وثائق لما يتم نشرها، حضرتك اكيد عارفه كده. فهو وفقا لما تم ما تداوله اعلاميا، ما فيش طريقه ملزمه ان انا اخلي الجميع يرشد 15%، ولكن هم بيحاولوا يقنعوا الناس، بيحاولوا مثلا المحلات هيقولوا لها طب بدل ما بنقفل 12 هنقفل 10، المصانع بدل ما بتشتغل بطاقه انتاجيه قصوى قلل الطاقه بتاعتك شويه، على امل ان هم يخفضوا الاستهلاك بنسبه 15% علشان الوضع يعدي في اوروبا بشكل عام. لكن احنا لو بصينا هل المواطنين فعلا بيتجاوبوا مع القرارات السياسيه اللي الحكومات بتقولها؟ ببساطه كده لو بصينا على فرنسا هنلاقي ان في ظل الازمه اللي احنا فيها دي، وفي ظل ان مفيش غاز والعمال بتوع المصافي بتاعت النفط
الأسعار العالية تقريبا وجعتهم شوية، فقرروا إن هم يعملوا اعتصام وإن هم ميشتغلوش، وخرجوا تقريبا تلت المحطات الوقود اللي موجودة في باريس من الخدمة، نتج عنها طوابير سيارات كبيرة جدا في الشوارع، والحكومة بتطالب العمال دول بالالتزام بالمسؤولية المجتمعية، وانتوا ما ينفعش تعملوا كده. لكن طبعا في ظل الأزمة دي هم استغلوا الظرف وقرروا ان هم يعملوا. يبقى هنا السؤال الأهم والأخطر، سريعا قول لي شايف ازاي العالم هيقدر يتعامل بطريقة أكثر واقعية، خلينا نقول يعني، لتداعيات هذه الأزمة الروسية الأوكرانية اقتصاديا؟ تمام، العالم ماشي في مسار بتاعه أنه هو بيرفع سياسات النقدية، بيرفع سعر الفايدة، بيطبق سياسات نقدية تقشفية، سياسات مالية بيحاول فيها يقدم دعم اجتماعي، ولكن هي برضو تظل تقشفية. ولكن صندوق النقد الدولي بيأكد أن في احتمال بنسبة 98% أن السنة اللي جاية فيها ركود، فإحنا كده السنة اللي جاية فيها ركود. الولايات المتحدة الأمريكية 100% السنة فيها ركود. معدلات التضخم الحالية اللي موجودة عالميا متوقع أن هي 8.8% في السنة دي، هتقل لستة السنة اللي جاية، 4 للسنة اللي بعدها، يبقى احنا المتوسط العالمي هو 2%. فاحنا لسه بعد 3 سنين من النهاردة احنا هنفضل معدل تضخم 4. أوروبا ما عندهاش حل تاني غير ان هي تقلل استهلاك، ترشد استهلاك، تنوع مصادر الطاقة بتاعتها. عندنا مبادرة في ألمانيا ب 200 مليار يورو علشان تعمل صندوق لدعم الطاقة. ألمانيا ابتدت تبني محطات لاستقبال الغاز المسال. عندنا توجه ناحية ان هم يقولوا لا، حط الفلوس او الاستثمارات دي في الطاقة المتجددة، دي فرصة ان احنا نتخلص من الاعتماد على الوقود الاحفوري، نتخلص من الاعتماد على روسيا، ونتجه الى الطاقه المتجدده ونولد احتياجاتنا من الطاقه. بخلاف السيناريوهات الموجوده دي، اعتقد ان المفوضيه الاوروبيه لو وضعت اي حل من الحلول اللي هي حطتها الخاصه بسقف سعري سواء لروسيا او للغاز المستورد من الخارج، هيكون ليه اثار سلبيه مش ايجابيه على سوق الغاز في العالم بشكل عام. لان اي تدخل في حركه سعر سوق حر لبيع منتج معين بيخلق حالة من يعني سوق غير جيد، وده بيترتب عليه تغير فولاتيليتي أو تباين عنيف في مستوى الأسعار في السوق بشكل عام، وده هيكون النتائج النهائية بتاعته أثار سلبية مش إيجابية للأسف. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا أستاذ أحمد بيومي الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات، شكرا جزيلا ليك. شكرا. شكرا لحضرتك. وقبل ما نترك حضراتكم بنوجه عناية السادة المشاهدين لانطلاق قناة أكسترا لايف في بثها التجريبي، وهي قناة معنية بالبث الحي المباشر لكل الأحداث الكبرى داخل مصر وخارجها، وفي مقدمتها قمة المناخ. ونشير إلى أن تردد قناة أكسترا لايف هو 1.2.0.92 فيرتيكال. نتمنى أنه إن شاء الله تتابعوا هذه القناة الوليدة، ونشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إلى اللقاء.